حياكم الله أصدقائي الموجودين بقناة أحمد النعم على اليوتيوب، سعيد جدا بكم وبتواجدكم الدائم، والقناة تكبر يوم بعد يوم بوجودكم وبدعمكم. اللي ما مشترك بالقناة يشترك، واللي يقدر يدعي أصدقائه حتى يشوفون القناة. اليوم احنا جولة مثل كل جمعة محلات بعض يعني المحلات وبالوقف همين، فخليكم ويانا. هذا الألبينو، الألبينو هو ناس يرغبونه خاصة إذا كانوا يعرفون فيه. سعر الزوج 250-175 مشهور. هذا الكنار الساكت اللي ما يغرد تك على 15,000. الهاجر مو منوع على 55 وكو 65 وكو 45 مو سوى. هذا الكاسكو متكلم بأكثر من 10 كلمات 15 كلمة وحركات هواي، صوت هورين، صوت هلاهل، هواي سوالف فيه. سعره 10 ورقات، موجود بمعرض الود. هذني الدرة الهندي الزق، هذني زق سرنج أليفات، سعر التك 130,000. هذا الدرة الهندي هواي ناس ترغب، بس هذا زق بس كبير يعني قريب الفطام. اكو ناس تحب تربي الدرة الهندي بهيج عمر. هذا نفس الدرة الهندي بداية فطام، سعر التك 130,000. هذا فطام يعني دا يلقط حاليا، وهم زق سرنجة بس بداية فطام. هذا زوج كنيور، الببغاء الكنيور، زوج 150,000 طيرة وفحل. هذا الكاسكو التايلندي، كاسكو تايلندي، كاسكو تايلندي 300,000. هذن الغنادير بيهن هواي انواع، بيهن الاخضر، بيهن المشجر، نوعيات ثانية، الحبري، حسب كل زوج وحسب 40 و50 و75. هذن الصفر على 55، هذا الغندور الاصفر. هذا الكوكتيل الشكري على 75 على 65، مو شو كوكتيل الشكري. هاي وجبة جديدة جاي المعرض الود، موجودات في معرض الود. دلنا اسماك الزينة هم موجودات في معرض الود، كل نوع وسعره. عندهم فايترات همين، ملحقات مال احواض واحواض، موجود في معرض الود. دلنا كوكتيلات مال البيت يحتاج لهن عناية، كلش حلوات يعني بس يحتاج لهن عناية، يعني مو مستغرب. هذا الجاوة، بيجاوة ألمنيوم، بيجاوة بلبلي، وبيجاوة أبيض. طبعا اكو أسعار ما نقدر نذكرها، يعني تروحون للمكان تلقوهن. هذني الوجه الحر، العيون حمر، بواحد أوفلاين، شمتك أوفلاين، وحسب الزوج ب20 و18 16، مو سوى. لأن همين مجموعة ثانية بيهن نورمال وبيهن هولندي. لأن هنا الفناجز، فنجز عادي وكو فنجز جامبو. هذن الكاسكوات، عندهم كاسكو تايلندي وعندهم كاسكو أفريقي. هذا شوفوا لونه يختلف يصير. هذن الفراولة فنش شارح عليه هناني. هذا فول كنار، فول هم موجود. هذني الفراولة وياهن فنارز جامبو. طبعا هم مطلعين فترة تشميس حاليا، الجو دافي وحلو، والطير يحتاج الشمس لأنه داخل المحل. هذا هو الحسون، حسون اذا كان فول تغريده كلش حلو يصير. هذن كناريات وفواله، اللي يرغب الكنار الفول هم موجودات. وهذا هو الهاسكي هم موجود عندهم.
حاليا احنا انتقلنا السوق الحلة سوق هرج مقابل الغيبة، عيادة الدكتور حيدر البغدادي والأخ عمار جايبين وجبة فناجز أنواع جامبو سوبر جامبو وأورنج، فد ألوان كلش حلوة، وجبة خبل موجودة عند البغدادي. هذن الكناريات الفوالة كله فول، اللي موجود هنا يم البغدادي كله فول مقابل مقام الغيبة سوق هرج. هذن بيهن كريست، بيهن كلوستر، بيهن جيبار، وكله فول كله يقرأ، يعني تسمع وتاخذ، لان بيه المفروضات حتى بالمجامع ده يقرا ما شاء الله. ناس راقين ووجبتهم تخبل، ما يخسر يروح لهم، اسعار كلش حلوه. هذا الجاول عندهم ب30 الزوج، عندهم جاول ذني الجامبو ذني فراوله. هذا الجاوة أقصد عليه الجوة مو الفوق، وأنا دا أحكي بيه هيش يعني لأن شفت بيهم الطيبة والتعامل الحلو والأسعار اللي ما مصع بيها، أسعار الأولية ما شاء الله. عندهم شيرازي وسوبر شيرازي، وعندهم هواية أنواع بعد في الكناري، وكله فوال وكله يقرأ، عندهم طواير وعندهم الحل. الناس اللي تحب تجني الفنجز جايبين أحجام يعني خشنة، فعلا خشنة، وهم هنا عيادة فهم يعرفون شطوها من غذاء، يعني تغذيتهم ممتازة في الفترة اللي تبقى يمهم لطيور. هذا الكلام لازم أحكي للأمانة لأن شفت النظافة وشفت الأمانة بهذا المكان. هذا الحجم بعد أخشن من الموجود، وشوف الألوان اللي يحبون الفنش هذني راقيات. ذن التك على 11 و12 و10 دجاج العرب، ما عاد هذا البولوني طبعا، دجاج نظيف موجودات بالوقفة ذن طبعا مو بمحل. هذن مجموعة ثانية من عدهن، هذن أفراخ يعني بعدهن فاروجة، هذن أفراخ العرب على 1500 تك، أفراخ دجاج العرب، والأفراخ العادة 3 كوكب ألف، هذا المصلحة الملون. الباط على 2.5، اللي دي يطلبون انواع ثانية من الحيوانات ان شاء الله من الاسبوع القادم راح نسوي تغيير بالقناة واضافات مميزة، وكل نوع راح نسوي له فيديو جولة خاصة بي، وان شاء الله كم مفاجآت ثانية بالقناة تكثر الاشتراكات، واحنا متواصلين معكم اخوكم احمد النعمة، لا تنسوا الاشتراك يا غالي.